اهلا بكم اعزائي مشاهدي برنامج رادار في كل مكان. سعدني اليوم ان يكون تاني حلقات برنامج رادار على قناة مصر البلد، ويسعدني برضو ايضا ان انا اكون متواصل معاكم للاسبوع التاني على التوالي بدون انقطاع الحمد لله. النهاردة معايا شخصية وهي رئيسة مجلس ادارة جمعية خيرية في امبابة، وطبعا كان في جدل الايام اللي فاتت دي، فطبعا رادار هيستضيفها النهارده ان شاء الله باذن الله. اول فقره كان معانا موضوع المره اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت، عن ارض العالميين، مشروع العالميين، الحمام العالميين. وطبعا اللي مش متابع الملف ده، الملف ده تدريجيا هو طبعا كان من حوالي كام سنه كانت الدوله اعلنت عن فرصه للشركات او للناس اللي هي تقدر تستصلح الاراضي، وفعلا في ناس قدمت وشركات قدمت والكلام ده. طبعا المشروع هو مشروع 42 الف فدان. ايوه 42 الف فدان. وال 42 الف فدان يعني ما بينهم طريق، في 16 الف منهم خاصين بالعاملين في الهيئه، وهم طبعا الارض دي تابعه لهيئه التعمير والتنميه الزراعيه. كان في مجموعه من الفلاحين تضرروا من الوضع، وطبعا استصحبناهم ورحنا قابلنا رئيس الهيئه المحترم اللواء محمد حلمي، وبالفعل استجاب للقاء واخذ منهم الاوراق الداله على كلامهم، وبدا يعيد النظر في الموضوع. لكن برضو لازم نأكد ان في حقائق احنا برضو بنحاول نطرحها. بس ناخد تليفون الاول من احد الفلاحين. الو، 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 السلام عليكم. ازيك يا استاذ عبد العزيز؟ الو، ازيك يا استاذ عبد العزيز؟ اهلا وسهلا يا فندم. طبعا انت كنت معايا في حلقه قبل كده في رادار، وحضرت معايا الاجتماع للسيد اللواء، وشاهدت الحلقه اللي فاتت كان في لقاء جمعني بسياده اللواء. فطبعا انا عرفت ان انت عايز تعمل مداخله، فلو في اي حاجه عايز. في شاب الصوت واطي جدا. بقول لك لو انت عايز تعمل اي مداخله انا معاك، يعني سمعك. معاك يا فندم، معاك يا فندم. دلوقتي اتفضل يا فندم. دلوقتي يا فندم، دلوقتي في الناس اللي هي لها مصلحه ان هي تاخد الارض مننا، جم لموا الخراتيم اللي هي شبكه الري من الارض كلها، ودلوقتي حضرتك الزرع يعني على وشك بيموت. ماشي. وانا عاوز اقدم من خلال البرنامج بتاعك بلاغ للسيد وزير الزراعه بالزرع اللي هيموت دوت، لعدم لان هو ما بيشربش وكده، ولموا الشبكه كلها يا فندم، ومكن الري وخراطيم والمواتير الرش بتاعت الزراعه. استاذ هشام معايا؟ تمام، سامعك 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 يا زيزو، اتفضل. واحنا يا فندم دلوقتي انا مش عارف هنعمله، ما فيش مسؤول بيرد علينا في حكايه السرقه اللي بتحصل ديت في الارض، لموا شبكة الري وما فيش مسؤول بيرد علينا، ومش عارف اني في ايه يا فندم حضرتك. طيب يا زيزو، احنا خلينا في السياق بقى اللي هو ايه، سياق الموضوع إيه؟ نفسه. تمام تمام. احنا طبعا دلوقتي منتظرين قرار اللجنة. هي تمام. بعد لقاء السيد رئيس الهيئة منتظرين قرار اللجنة. السيد اللي هو محمد حلمي. تمام. راجل محترم وراجل. تمام. يشكر وراجل يعني جميل. راجل ما شاء الله عليه، مع الحق ولا يحق الا الحق. تمام. اي خلفيات تانية بقى طبعا دي ايه بره سياق الموضوع. نعم. يعني اي خلفيات تانية، خراطيم، مش عارف ايه، الحاجات دي بتبقى خارج سياق الموضوع، انت واخد بالك؟ ماشي يا فندم. احنا الخراطيم ديت احنا ان شاء الله هنعمله محاضر بقى ان شاء الله في الشرطه. تمام. في الشرطه باذن الله هنحرر المحاضر دي ان شاء الله في الشرطه باذن الله. تمام تمام. انا عايز بقى اسالك سؤال، انت تماما بعد بعد الوضع ده يعني انقل لي صوتك واطي جدا. سامعني كده؟ طيب سامعني؟ اه بتقول. بقول لك عايزك تنقل لي
احساس الفلاحين بعد لقاء رئيس الهيئة، ومدى الثقة في اللجنة اللي هي حاليا بتفحص الموضوع؟ والله احساس الفلاحين ان هم الفلاحين كلك فرحانين بقرار بالقرارات اللي خدها رئيس الهيئة تمام اللي هو محمد حلمي، ومبسوطين جدا، وبيقولوا الحاج هو اللي هيمشي، والراجل بصراحة راجل محترم. واللجنة اللي هي حاليا هتفحص الورق ان شاء الله، كانت في لجنة تجريبا واحنا اتغيرت تجريبا ماشي، وباذن الله هيفحصوا الورق ويشوفوا العدل ربنا هو اللي هيتعمله خلاص، واحنا مش عاوزين الا العدل. احنا شارين الارض دي بفلوس وصرفنا عليها. انت شاريين من مين يا عزيزو؟ احنا شاريين من علي الشريف، وعلي الشريف ده شاري من شركة تقريبا اسمها المحروسة. يعني انت استاذ عبد العزيز شاري من شخص، من علي عبد الغني الشريف. ده ايه ده؟ ده شركه دي ولا ايه دي؟ ولا ايه ده؟ سمسار دوت افراد، وقالوا له احنا اجرنا الارض منهم 3 سنين من سنه 2013. يعني انت شاري من الشخص ده كده وضع يد؟ لا، هو الشخص دوت ورينا ورق اللي هو شاري من شركه المحروسه، وفي في ايصال 460 الف جنيه مدفوع في الهيئه، متورط في الهيئه، بيقول لك ان الايصال دوت وعد بالبيع، وعد الشركه الهيئه موعدهم بالبيع. انت استاذ عبد العزيز، انت سمعت شفت الحلقه اللي فاتت؟ ايوه، تابعت الحلقه اللي فاتت. حتى انا كنت في ضيف معايا المحامي، كنت بساله هل في حاجه اسمها وعد بالبيع؟ يعني انا لو انت سامعني، انا معترف. أيوة تماما. ايوه يا فندم، هو لو ما فيش حاجه اسمها وعد بالبيع، هم دافعين، هو اللي طلب 460 الف جنيه ده قال لك ان هو دي في وعد بالبيع. ليه؟ لان بيقول لك ان تقريبا الشركه اللي هي مستصلحه الارض اللي هي بتاعت، ايوه، ما انا الكلام ده وضحه قبل كده الاستاذ خميس في الحلقه اللي فاتت. تمام. في حاجه تمام عايز تضيفها تاني استاذ عبد العزيز؟ يعني في اي حاجه عايز تقولها تاني؟ انا كنت عاوز بس اقدم بلاغ على الهواء للسيد وزير الزراعه، والسيد وزير الداخليه، والسيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي، باللي بيحصل في ارض العالمين. دول فلاحين صغار، فلاحين اللي ليه فدان، اللي ليه فدانيين، اللي ليه اكتر واحد ليه 5 فدادين، باع املاكه، بقى املاكه اللي لو كان ليه فدان ولا ليه بيت باعه، وراح نجل نفسه عشان يوسع على نفسه ويوسع على عياله. وبرضه من الناحيه الاخرى اللي هو يشجع الاستثمار المصري ان احنا نقومه بالبلد، زي الرئيس ما طلع قبل كده في خطاب وقال احنا عاوزين نشتغل وعاوزين نصحوا بدري ونشتغل وننتج ونزرع، وصاحب المصنع يصنع والزراعه تزرع وكده عشان نقومه بالبلد. فاحنا استجبنا للكلام، واللي عنده فدان هنا في البلد راح نجل عياله وعمل عش قعد فيه بتاع 2 3 سنين، ربنا كرمه بنى طوبتين بلوك وسجفهم بالخشب، وحضرتك يا استاذ هشام، وقعد فيهم واستحمل علشان خاطر استجابه للدوله، ان الدوله تنهض وتقوم، والاستثمار والزراعه تمام ويوسع نفسه في نفس الوقت. ففوجئنا باللي حصل دوت، الازالات جايه، ازالات وازالات جايه بطريقه مش رسميه. ده الازاله دي يا زيزو على ال 42,000 فدان. الإزالة يا فندم على ال 42,000 فدان ما اختصتش بيها الا كراسة 14 و17 فقط لا غير، راح كراسة 49 عرضوه. تمام، أنا هوضح الحتة دي. أنا بشكرك أستاذ عبد العزيز من فلاحين الأرض المشروع العالميين والحمام في مطروح، بشكرك جدا. عايز بس أوضح حاجة كده صغيرة. أولا مجموعة الفلاحين لما ذهبت للهيئة ورحت معاهم، فوجئنا هناك بان في شركه، وطبعا هي الشركه الدوليه، الشركه الدوليه طبعا هي طبعا يعني واخده قبل كده مع الهيئه عقد، او يعني ايه، في تعاقد ما بينهم. في بقى طبعا شركه ثانيه، الشركه دي اللي هي المحروسه. المحروسه فعلا هي تقدمت بطلب الحصول على ارض، ودخلت وقدمت ودفعت التأمين. لكن أنا عايز أوضح حاجة للفلاحين، مش معنى إن أنا أسحب كراسة شروط وأدفع فلوس مبلغ تأمين يبقى أنا كده خدت الأرض. الدولة بتتعامل، إدارات أو هيئات أو وزراء بيتعاملوا بعقود، عقد مبرم ما بين الهيئة وما بين الشخص أو ما بين الشركة. ك
كده يبقى نطمن. شفنا الحلقه اللي فاتت سياده اللواء كان بياكد على حته دي، ان انت حتى لو في عقد بترجع تاني للهيئه. الشيء التاني اللي انا عايز اتكلم فيه، وهو ان طبعا يعني انا عندي ثقه في الله اولا وفي المسؤولين، وان سياده اللواء محمد حلمي رئيس هيئه التعمير والتنميه الزراعيه لما اخذ الموضوع هو اخذه بملف شخصي زي اي المواضيع كلها يعني، بس الاهميه لان الارض دي حرام تكون تبقى مهدره، حرام يضيع فيها الحق يعني. الفلاحين اذا كان ليهم حق طبعا هيظهر ويبان، الشركه الدوليه اذا كانت دي ارضها هيظهر ويبان، شركه المحروسه اذا كانت زي ما بتقول ليها ورق او ليها حاجه برضو هيظهر ويبان. احنا عندنا ثقه في اللجنه القائمه حاليا، لان طبعا رئيس الهيئه بنفسه بيشرف على الملف ده واخده مكتبه لحين الفحص وحين الانتهاء من دور اللجنه، وان شاء الله باذن الله نعلنه هنا والفلاحين كلها تعرف رايحين فين وجايين منين. بالنسبه للارض برضو في نفس ال 42,000 فدان كان في برضو متابعين موضوع 16,000 فدان، ودول الخاصين بالعمال اللي شغالين في الهيئه. عمال الهيئه عايز اقول برضو حاجه صغيره كده، هم برضو عمال يعني بسيطه، مرتبات ضعيفه. وزارة الزراعة عموما غير وزارة الكهرباء غير وزارة البترول غير الوزارات اللي هي الوزارات اللي هي الكبيرة اللي هي ممكن بيكون فيها مرتب أفضل يعني. فعشان كده حتة تخصيص ال 16,000 فدان جت بمثابة تعويض من الدولة للعاملين في الزراعة، وخصوصا اللي هم العاملين في الهيئة. فبنناشد طبعا ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا كنا عارفين الملف كان اللجنه برئاسه المستشار عبد الحكم، وطبعا هو قائد اللجنه دي، وان شاء الله كان في تقنيه او تنقيه الاسماء والكشوف وعرضها على السيد وزير الزراعه ان شاء الله في القريب العاجل لاخذ قرار بهذا الامر. احنا طبعا الموضوع بتاع العالميين وترعة الحمام كل اسبوع ان شاء الله هنقدم فيه حاجة، وكل ما يكون فيه جديد هنعرضه. احنا مع الحق مش مع حد، احنا الفلاحين خدناهم واحتضناهم حاولنا نوصل صوتهم عشان خاطر احنا دايما بنحاول نوصل صوت المواطن. والرد طبعا كان من سيادة اللواء بصراحة بشياكة وبضمير وبعقل وبحكمة، عدنا كل ده وقدر ان هو يحتوي الموضوع، وان شاء الله الايام الجايه دي تسفر عن نتائج. انا هطلع بقى فاصل وارجع اخد ضيفتي الحاج عزيزه عبد العليم رئيسه جمعيه احباب الكريم بمبيبه، فابقوا معنا. مؤسسه العالميه لتصنيع جميع قطاعات الالومنيوم، مطابخ على اعلى مستوى بموديلات عالميه واسعار خياليه، شبابيك تناسب كل الأذواق، كما لدينا مطابخ ألمونيوم، مطابخ خشمونيوم، مطابخ أكريليك. جميع منتجاتنا بالضمان، ثقتكم بنا هي سر نجاحنا. مؤسسة العالمية لتصنيع جميع قطاعات الألمونيوم، مطابخ على أعلى مستوى، شعارنا الجودة، الدقة، المواعيد، وعرضنا ما بتنتهيش. زورونا في معارضنا المنتشرة بمدينة. قطاعات الألمونيوم، مطابخ على أعلى مستوى بموديلات عالمية وأسعار خيالية، شبابيك تناسب كل الأذواق، كما لدينا مطابخ ألمونيوم، مطابخ خشمونيوم، مطابخ أكريليك.
جميع منتجاتنا بالضمان. ثقتكم بنا هي سر نجاحنا. مؤسسة العالمية لتصنيع جميع قطاعات الألمنيوم، مطابخ على أعلى مستوى، شعارنا الجودة، الدقة، المواعيد، وعروضنا ما بتنتهيش. زورونا في معارضنا المنتشرة بمدينة الوراق. برحب بضيفتي النهارده الحاجه عزيزه عبد العليم، رئيسه جمعيه احباب الكريم بيبقى. اهلا بحضرتك يا استاذ هشام، اهلا بحضرتك، شرف لي والله. رادار كان حط عينه كده الايام اللي فاتت على الجمعيه، وبعض الحاجات كده اللي احنا شفناها على السوشيال ميديا، وبعض التخبيطات وبعض الكلام وبعض الاقاويل، لكن احنا قلنا بقى يعني ايه نجيب الحاجه عزيزه هي اللي تتكلم بنفسها. انت ممكن تعرفينا بقى بنفسك وتعرفينا بالجمهور والله معاك الحاج عزيز عبد العليم. انا بفضل الله سبحانه وتعالى بقالي داخله في 30 سنه في العمل الخيري، الحمد لله رب العالمين. من غير جمعيه كنا شغالين في الشارع، فربنا كرمنا الحمد لله وعملنا جمعيه، والموضوع كبر يعني الحمد لله رب العالمين. تمام. عاملين مبادره اسمها مبادره معا ضد الجوع. مبادره معا ضد الجوع. تمام. عاملين مطبخ كده في الشارع وبنعمل الاكل، والاطفال طالعه من المدارس بيخشوا ياخدوا الوجبه بتاعتهم. اي حد ماشي في الشارع جعان بيخش ياخد الوجبه ويمشي. دي الفكره. دي الفكره اصلا، الفكره كلها بدأ عندي ان انا بحب اعمل الخير. لا انا بتكلم على فكره معا ضد الجوع. هي يعني انا طول عمري بعمل يعني شغل التومنيه الحمد لله رب العالمين، بس الفكره دي جت كده من عند ربنا، وربنا كرمنا ونجحت الحمد لله. بنعمل وجبه يوميه في الشارع لاي حد ماشي في الشارع جعان بيخش ياخد وجبه ويمشي. استكمالا للوجبه بنعمل شنطه تومين شهريه لغير قادرين على العيشه، بنساعدهم بشنطه تومين شهريه. تمام. الحمد لله رب العالمين. تمام. يعني. احنا طبعا كان معانا كده فيديو تعريف عن الجمعيه. تمام. هنطلع نشوف الفيديو ده. تمام. ونرجع تاني نكمل كلامنا مع بعض. ماشي ان شاء الله. ولا اي كلام
مفيش حد تاني عداري تاني احسن من كده. مصر بحبها بلدي واللي مساها اكله بسناني وانتهى اللي فكر غير كده. الاعداد عامل شغل جميل قوي في الفيديو ده. طب الحاجة عزيزة يعني احنا شفنا تعريف كده عن الجمعية، وطبعا يعني احنا عارف ان مفيش مكان عام او مفيش حد بيشتغل في العمل العام الا بيتحرب، تمام؟ يعني انت يعني انا شايف يعني انك انت برضو معلش عندك طموح، بتحب عمل الخير على مدار سنوات طويلة قوي بتكافحي. الكلام ده كله يعني في الحرب اللي هي دايرة او اللي هي مثلا بتتحاربي بيها، ايه سبب الحرب دي؟ يعني انا بلاش مش هنقول مين اللي بيحاربنا، احنا عايزين ايه سبب الحرب ده يعني؟ والله انا مش هقول سبب الحرب ايه، ولا هتكلم ولا هقول ايه مين ولا حاجة. انا هقول حاجة واحدة بس قدام الناس كلها، ربنا يهديه ويصلح حاله. طيب هو المنافسة في العمل الخير شيء جميل، المنافسة جميلة، طيب جميلة تمام. يعني ليه الأسباب دي؟ يعني مثلا ما حضرتك بتجتهدي، أو كان في حد بيثق فيكي من نواب أو أحزاب أو أيا كان، فده شيء ما يعني ما يقللش. فهل مثلا ثقة الناس فيكي ده سبب؟ والله هو ده سبب كبير قوي من ان ثقه الناس فيا ويجيبوا لي الحاجات ديت، وهم عارفين كل حاجه بتوزع على ايديهم وكل حاجه، يعني شغلي باين كله بفضل الله. وانا برضو مش هزعل منهم، ورساله هقولها للعالم كله ليهم، ورساله هقولها للناس كلها، يا ريت نرجع لربنا كلنا ونتنفس في الخير ونحب بعض. عايزين نحب بعض كلنا، لان الدنيا ملهاش ريحه اللازمه. وانا مش هقول مين يعني وين واقف لي ولا مين بيتكلم في حقي، انا ما يهمنيش الكلام ده كله، انا يهمني هعمل ايه هرد ربنا بيه. تمام. فرساله تمام. لاي حد في الدنيا، يا ريت يا جماعه نفكر في بكره، نحافظ تمام. على بلدنا، نحافظ على شغلنا، وخلينا نفكر في ربنا احسن. تمام، ده اللي انا هقوله. تمام. طيب انا كان معايا كنا كاتبين كده اسئله، يعني كنا معرفين بعض الناس ان حضرتك هتكوني معانا ضيفه. تمام. ففي ناس طبعا كتيره قوي من اهالي امبابه دخلت عشان خاطر تشاركنا في الحلقه، وطبعا في اسئله جامده يعني. طبعا انا انت حضرتك بقى طبعا ترد على الاسئله دي. رد. في واحد اسمه احمد ماهر بيقول يا ترى هتتكلموا عن قصه الاطماع السياسيه التي تؤثر على صراعات الجمعيات؟ يا ترى هتتعرضوا لحروب الوكاله ضد الجمعيات بعضها البعض؟ والله انا هتكلم وهقول ان انا اصلا، وهم عارفين كلهم ان انا ماليش في السياسه، انا ما بدخلش نفسي في السياسه، فما انتميش للسياسه خالص. بس في نفس الوقت انا بقول اللي داخل السياسه وخارج السياسه، احزاب غير احزاب، اي حد جمعيه مفتوحه له، باب الجمعيه تمام. مفتوح لكل الناس، اللي يخدم الفقير انا معاه، اللي يخدم تمام. اطفالي انا معاه. تمام. انا مع الناس كلها. تمام تمام. لكن انا ماليش في السياسه، هم عارفين كويس ان انا ماليش في السياسه. تمام. وبنزل على صفحه الجمعيه ان انا ماليش في السياسه. تمام. بس انا مع الناس كلها. تمام تمام. طيب في احمد نوح. احمد نوح بيقول اتمنى نفتح ملف النواب وعلاقتهم بالجمعيات، ويا ريت تتكلموا عن استغلال الجمعيات في الانتخابات مجلس النواب او انتخابات المجالس، يعني انتخابات عموما. تمام تمام. انا والله السؤال ده مهم جدا، مهم جدا. ف يعني برضو عايز رد. والله انا لسه بتكلم بقول انا ماليش دعوه بحد، انا اللي ساعدني على دماغي من فوق. تمام. وما اتكلمش في حاجه ماليش فيها، انا اتكلم في الشغل بس. يا جماعه اي حد عايز يساعد الجمعيه، نواب غير نواب، زي ما قلت خارج السياسه وداخل السياسه، الباب مفتوح، اللي عايز يتكلم يتكلم مع نفسه، انا ماليش في السياسه خالص وانا مع الناس كلها. تمام. بس ده ما يمنعش ان في جمعيات كتيره قوي بيتم استغلالها، يعني لازم ناكد كده. احنا مش هنقول استغلال. تمام. انا هتكلم دلوقتي مش هقول استغلال يا جماعه، احنا عايزين بلدنا تقف على رجليها. لما في انتخابات بتنزل احنا بنقف جنب الناس علشان بلدنا تقف على رجليها. تمام. ما احنا لما وقفناش جنب النواب بلدنا مش هتقف على رجليها. تمام. ايوه بس هنا بقى في نقطه بقى هنا مهمه بقى، يعني انا طبعا. انا بقى بحاول حضرتك بعيد عن الاسئله. تمام. انا ممكن النهارده اعطي صوت لحد يطلع ما يستاهلش، او ان ممكن لمجرد ان نائب ما او حد ساعدني او ساعد الجمعيه يبقى انا مطلوب مني ان انا اوفر اصوات ليه.
فهنا بقى انت طبعا عجبتيني في رد حضرتك ان انت بتقولي لي انا فاتحه الجمعيه للجميع. بالظبط كده. انت سياسي انا مالي ومالك انت، انا ماليش دعوه، انا الغرض خير، انت تخشي لي هنا الغرض خير. انا واضح وصريح وبقوله لهم انا مع الناس كلها. تمام. هو ان كان سياسي او كان عضو مجلس الشعب او غيره او غيره او في احزاب. تمام. اي كل الاحزاب عايزه تخش الجمعيه تساعد الجمعيه انا معاها. تمام تمام. طيب نشوف السؤال اللي بعده. اتفضل يا فندم. واحد اسمه خالد الوزير بيقول ممكن نعرف ليه الحرب الآن متشعبة والمصلحة مين؟ وليه الجمعيات الآن منقسمة فرق؟ وما هو اللهو الخفي الذي تتكلم عنه الجمعيات ومشغل الحرايق بين الجمعيات في مبابة؟ والله أرد على الأستاذ خالد وأقول له يا أستاذ خالد أنت عارف كويس قوي أن الناس بيحاربوا بعض ليه في مبابة، وخاصة في مبابة، وخاصة بيحاربوا الحاج عزيزة. محدش عايز حد احسن من حد، احنا كلنا واحد، كل الجمعيات واحد، يعني ربنا يهدينا كلنا ويصلح حالنا، بس الناس ضعيفه، نفوسهم ضعيفه. لا هو انا يعني الغيره في العمل الخيري جميله. جميله. لكن تشويه الصوره. لا لا, لا. يا ريت يعني. يا ريت يا ريت ما حدش يشوه صوره حد. تمام. لان حرام، لان احنا بكره النهارده عايشين بكره بيتين، فيا ريت ما يشوهوش سمعه نسوي بعضنا، ما ينفعش. تمام. ما نشوهش سمعه بعضنا ما ينفعش، لكن بقول التنافس في العمل الخير عشان نكبر كلنا بنتنافس، بس بننافس بنحب بعض. تمام. يعني لازم نحب بعضنا. غير كده صدقوني والله ما حد هيخد حد هيخد خطوه ده ابدا. تمام. لان اليقين بالله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. تمام. نشوف ناخد سؤال تاني. اتفضل. واحد اسمه اسماعيل الشيخ. تمام. بيقول من يدير كل هذه الجمعيات؟ ومن صاحب الامر والنهي في دور الجمعيات في الحشد في لجان الانتخابات؟ طبعا هو لا ده سؤال، ده سؤال ملوش رد عندي اصلا. هو ممكن انا رد برضو حضرتك رد. هو اعتقد انا اعتقد ان مفيش حد بيدير استاذ اسامه موضوع اداره الجمعيات او انها تبقى ازاي. اعتقد ان كل جمعيه بتبقى مختصه بنفسها. كل جمعيه في ممكن صاحب جمعيه بيقبل الحاجات اللي زي دي، وفي واحد بيبعد نفسه عن الشبهه دي. في جمعيات كتيره ومؤسسات كتيره بتعمل للخير فقط، ملهاش دعوه بالسياسه. لكن لما بيتدرج حد من السياسة ويخش يعمل عمل خيري طبعا مش مرفوض، ايه المانع؟ انا بس برد عشان خاطر لو انت عايز معنى تاني او ان اقول لك مثلا جهاز تاني مثلا هو اللي بيدير، فده كلام مرفوض ما بيحصلش على فكرة. دي الاسئلة اللي كانت معانا من الصفحة يعني عموما. بعيد بقى عن الاسئله اللي هي اللي في الصفحه، ولا انا شايف ان هي برضو يعني كلها راحه ناحيه الانتخابات واستغلال الكلام ده كله. كلميني شويه عن مبادره اللي جات لك في حته الجائع. اسمها ايه المبادره؟ معا ضد الجوع. معا ضد الجوع. وكلميني ابتديتيها ازاي وبدات تنتمي ازاي ووصلت لحد فين فيها يعني. والله المبادرة كتنفيذ اسم لسه مسميها قريب، لكن تنفيذ أكل وشرب للناس الفقراء والمساكين من وانا طفلة صغيرة. وكنت لسه طالعة على برنامج مصر الحياة وحكي القصة. موضوع الخير ده من وانا صغيرة. فقصة الأكل والشرب دي كان لها قصة كبيرة معايا قوي. فالحمد لله ربنا كرمني من فوق داخلة في 30 سنة أو معدية 30 سنة إن أنا بجمع أكل وشرب للناس الغريبة. فربنا كرمني ونجحت المشوار الحمد لله رب العالمين على ايد ناس داخل امبابه، ربنا يجازيهم خير يا رب، مسلمين ومسيحيين بيساعدوني في موضوع المبادره، والحمد لله ربنا يقدرنا ونخدم الناس كلها يا رب باذن الله. طيب طب انا عايز اسال يعني ايه يعني المبادره بتشتغل ازاي؟ يعني هل انتوا بتاخدوا مثلا الاكل وبيتم تجهيزه مثلا، الناس بتقوم بتجهيزه وبعد كده بيتعرض في الشارع، ولا بيبقى نظامه ازاي يعني؟ نظام المبادره هي لها شقين. اول طيب. حاجه ان انا جاي فاتحه مطعم زي محل كده في الشارع، وجايبه ستات متطوعين بياخدوا اجر يعني، بياخدوا مرتبات شهريه برده ولهم وقت متطوعين معانا. تمام. بنطبخ الطبيخ وعاملين كده ليه زي المحل بالظبط، الاطفال وهي طالعه من المدرسه بييجوا ياخدوا الاكل من عندنا الوجبه ويروحوا، او بياخدوا الوجبه مننا ويخشوا على المدرسه يكملوا دراستهم تاني. يعني في ولاد بيجوا لي في نص الحصه بياخدوا يخشوا ياخدوا الاكل ويرجعوا المدرسه تاني. تمام. لان انا عاملاها قدام مدرسه. ده مدرسه ايه اسمها ايه؟ مدرسه ايه هي؟ في وش الجامعه كده، الفجر الجديد. مدرسه الفجر الجديد في مبابة. احنا عاملين المبادره قدام المدرسه، بيخش ياخدوا الوجبه ويرجع لي تاني. يعني في اطفال بيطلعوا لي يديني الاكل بسرعه عشان انا جعان، عايز ارجع عندي درس، عندي مجموع، ابقى فرحانه قوي انا بقدم له الوجبه بتاعته.
تمام. فالمبادره واستكمالا للمبادره الشنطه التموين شهريه، بننزل البيوت نعمل بحث على الحالات، وان شاء الله عندنا بكره حاجه جميله قوي في امبابه، نازلين لاكثر من 100 بيت بكره بس في يوم واحد، هنفتح لهم بطاقه صرف تموين شهري بكره باذن الله. جميل. باذن بنفسنا نازلين البيوت وهندي البطاقات في البيوت ان شاء الله باذن الله تعالى. تمام. ممكن يكون النشاط ده سبب من اسباب الغيره؟ اكيد طبعا. يعني اكيد طبعا كده يعني انا بشوف وش حضرتك بشوش حتى رغم الحرب وتشويه الصوره ما بتكلميش دايما بتسيبيها على ربنا كل ده مش فارق معايا، وانا بدعي لهم ان ربنا يهدينا ويهديهم. خلي بالك انت مش متهمه بشيء وانت جايه تدافع عنه، احنا بس هو رادار لقط الموضوع فحبينا برضو يعني نفهم الموضوع ده، نفهم وبرضو نوضح للناس حقيقه الامور اللي ممكن تكون غايبه. يعني انا بحب كده، بحب اوضح في حاجات انت متحفظه بيها طبعا، ده لشخصك انت برضو مش حابه ان انت اللي يذم فيك يذم فيه. لا 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 عمري ده جميل، ده شيء جميل جدا يعني. اللي بيحاول يسوق صورتك برضو بتسامحيه وبتقولي حسبي الله ونعم الوكيل ما بينك وبين نفسك، ده شيء برضو يتحسب لك يعني، انك انت دايما ردك بيكون بينك وبين ربنا. مش والله انا مش هقول اي كلمه وحشه في حقهم ولا في حق اي حد ابدا، انا اقول ربنا يهدينا ويهديهم. وعمل الخير جميل يا جماعه، مش هيتم عمل الخير ده اول، ربنا مش هيقبله غير لما احنا نعمله من قلبنا. انا كنت بوزع شنط على الجمعيات عشان نحب بعض، عايزين بس كلام الرسول عليه الصلاه والسلام يمشي ان احنا كلنا نحب بعض، لازم كلنا نحب بعض. تمام. فقابلوني بالاساءه، يعني الناس كتير جدا في امبابه قابلتني بالاساءه وانا مش هرد عليهم بالاساءه. طب وليه نقول كتير في امبابه؟ يعني ليه انت شايفاهم كتير؟ يعني رغم ان انا حاسس ان انت شعبيتك في امبابه احسن من النواب، في بعض عشان النواب ما يزعلوش مننا، عشان اي حاجه، لكن انت يعني ليكي برضو ناس بتحبك وناس الحمد لله رب العالمين، والناس المساكين والفقراء هناك، وانت طبعا يعني عايشه في معاهم في 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 اجتماعياتهم ومشاكلهم، فده شيء برضو يتحسب لك يعني. مش هو في بعض من الناس بس كده يعني مزعلني شويه طبعا، بس انا برضو انا هحبهم في الله برضو وهدعي لهم ان ربنا يصلح حالهم والله، لان الدنيا دي ما تستاهلش خالص يعني. جميله قوي الروح بتاعتك دي حاجه. انا هنطلع بس ناخد فاصل كده. وقبل ما نطلع الفاصل بس انا كان نفسي انك انت تبقي يعني تبقي لو في حاجه عايزه تقوليها ونفسك فيها. انا عايزه اقول حاجه. انا عايزه اقول حاجه. اتفضل. الحاجه دي انا سعيده جدا ان انا النهارده مع حضرتك يا استاذ هشام، وبشكرك جدا وبشكر القناه، وبصراحه ربنا يجازيه خير. عايزه كل الناس اللي شايفاني دلوقتي او اللي ما شافتنيش يقول اللي ما شافنيش اللي احنا نخلي الشكر ده بعد الفاصل ونرجع نتكلم مع بعض. مؤسسة العالمية لتصنيع جميع قطاعات الألومنيوم، مطابخ على أعلى مستوى، بموديلات عالمية وأسعار خيالية، شبابيك تناسب كل الأذواق، كما لدينا مطابخ ألومنيوم، مطابخ خشبونيوم، مطابخ أكريليك، جميع منتجاتنا بالضمان، ثقتكم بنا هي سر نجاحنا. مؤسسة العالمية لتصنيع جميع قطاعات الألومنيوم، مطابخ على أعلى مستوى، شعارنا الجودة، الدقة، المواعيد، وعرضنا ما بتنتهيش. زورونا في معارضنا المنتشرة بمدينة الوراق. ورجعنا تاني للحاجة عزيزة. حضرتك بقى كنت بتقولي عايزين نشكر، احنا لسه اصلا يعني احنا لسه مستمرين في اللقاء، يعني انا عايزك انت تضيفي حاجه، تقولي حاجه يعني تطمني الناس اللي هي بتحبك. طبعا انا انا بصراحه ربنا يعني انا بقول للناس كلها انا بحبكم كلكم، واللي بيزعلني او بيأذيني انا مسامحه لوجه الله سبحانه وتعالى، مش عايزه حد يبقى زعلان مني، وانا مش زعلانه من حد، وانا مش هزعل من حد بالفعل، واللي عايز يأذيني خليه يأذيني، انا مش هتكلم على اي حد يعني. وفي نفس الوقت برضو بقول لهم يا ريت يا ريت يا ريت يا جماعه نفكر نعمل خير بس، ما نعملش حاجه تانية، واللي ربنا كاتبه لنا ربنا يهدو، يعني ربنا كاتبه لنا نشوف، مش هنشوف اكتر من ربنا كاتبه، ونعم بالله. نعم بالله.
طب حاجة عزيزة، انت ايه نشاطك الفترة الجاية؟ يعني غير بكرة طبعا السبت انت هتنزلوا تلموا. عندنا اسبوع كامل ان شاء الله من اول بكرة لحد يوم الجمعة اللي جاية نازلين في البيوت، هنعمل نبحث حالات، اللي ما عندوش بطاقة تومين ان شاء الله ربنا يقدرنا ونصرف له بطاقة تومين. الفترة اللي جاية برضو ان شاء الله عندنا حدث كويس ان شاء الله، ساعتها ان شاء الله هنقول لهم عليه. طب يعني مفيش كده اي حاجه الرادار طيب يعني ننفرد بيها؟ لا متابعانا ان شاء الله طبعا. طيب ما انا معاكم، بس يعني حتى نعرف الساده المشاهدين ان في حاجه تتعمل نفرح اهالي امبابه حتى يعني. والله احنا ان شاء الله استكمالا لمبادره ما عند الجوع، مش هديهم وجبه، مش هديهم شنطه بس، لا تمام. انا هفتح 100 مشروع ل 100 اسره من امبابه. جميل. انت انا ما كنتش عايز 100 اسره. لا طب ما دي حاجه بقى يعني ينفع، يعني احنا لازم نكون برضه سباقين كده زي ما احنا جبنا الحاجه عزيزه، فطبعا اي حاجه زي كده جميله قوي. 100 مشروع لأهل. 100 مشروع ان شاء الله، وهنجوز ان شاء الله هنجوز مع ال 100 مشروع 50 عروسه باذن الله. بسم الله ما شاء الله. 50 عروسه. 50 عروسه باذن الله. بتجهيز ولا؟ تجهيز. تمام. تجهيز ان شاء الله. كلهم من امبابه؟ كلهم من امبابه. امبابه بشير الوراق. تمام. وفي نفس الوقت موضوع المبادره ان شاء الله بتاعت الاستكمال لمبادره معهد الدلجوع، احنا مش بنعلم الناس الفساد. طيب. او وجبه بديها لطفل في الشارع بعلمه الفساد، لا لا لا. تمام. انا برفع العبء عن ام قاعده في البيت معهاش فلوس تاكل عيال. تمام. الولد بيروح لها شبعان بساعدها شويه. تمام. واخر الشهر بديها شنطه بساعدها شويه انها تدفع دروس، انت عارفين الدروس دلوقتي عامله ازاي، فالدروس بساعد شويه بشرط يعني كافية. الهدف من المبادره دي بالنسبه للاطفال على اساس ان يعني نخف العبء شويه على الامهات، يعني الامهات عشان نعيش مستقرين يعني في بلدنا. بتبقى الوجبه عباره عن ايه بقى؟ يعني الطفل بياخدها الطفل؟ الطفل بياخدها على الرز حته فرخه او حته لحمه وكوبايه تمر هندي. تمر هندي. تمر هندي. تمام. اه. ده على اساس انه صايم بقى طبعا. على اساس لا، ان هو بيدرس واهله مدينه مثلا 3 جنيه. العلبه دي بتبقى علبه بلاستيك مثلا؟ احنا بنوزع في علب بلاستيك او اطباق او اكياس. تمام. لان احنا ظروفنا الماديه في الجمعيه تعبانه شويه، فبنوزع الوجبه زي ما ربنا بيكتبها لنا يعني. تمام. ان انا برفع العبء عن الاسره وفي نفس الوقت افتح لهم مشاريع الام تقدر تساعد ولادها برضو، يعني مش ان انا يعني ايه بدل ما اديها النهارده بكره لا، تصرف على نفسها هي، وفي تمام. نفس الوقت الشنطه برضو معاها. اديها الشنطه برضو طالما ظروفها صعب، الاب مريض كانسر فشل كلوي، بس يعني انت عارف عايزين نظبط الدنيا كده في البلد شويه. تمام. تمام. جميل قوي الحدث اللي انت قلت عليه ده. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله احنا نتابع معاكي وننزله كمان، يعني لو انتوا عزمتونا احنا نيجي والله يعني. لا ان شاء الله انت ان شاء الله باذن الله يعني. من اول المدعوين، لان انت بتعمل عمل خير واحنا بنشكرك بصراحه ربنا. انا بشكر حضرتك وبشكر القناه وادعي لكم ان شاء الله تبقوا اكبر قناه على مستوى مصر كلها. انتوا شباب قلبكم خير، فربنا يديكم خير باذن الله تعالى. تمام. هو حضرتك انا برضو مبسوط ان انا يعني قدرت في الفترة الصغيرة دي اعثر على الحاجة عزيزة، وكان انت طبعا يعني الايام اللي فاتت على السوشيال ميديا او على صفحات امبابة يعني واخد الحدث. طبعا انا كنت بشوف اساءات مش هتكلم عنها لان طبعا انا برا عني الاساءات دي، او مش عايز اتكلم يعني ايه في امور بتعطلنا احنا. احنا مش هنتكلم اه، لكن انا لفت انتباهي ان الردود كانت اكتر من الاساءة، يعني اللي كان بيسيء بيبقى 1 2 3، انما الردود كانت جميلة جدا يعني. لذلك انا لما خدت الموضوع كنت بشوفه كده من كاميرا رادار علي. طب هي الحاجة عزيزة ساكتة ليه؟ طب ليه ما بتتكلمش؟ هقول لحضرتك على حاجة، انا حصل معايا موقف كده، المفروض الموقف ده كان يعني عملت فيه حاجة كتير، بس يمكن لما الواحد تغاضى عن الموضوع ده ربنا يصلح حالهم وربنا يهديهم. الرسول عليه السلام وصانا ان احنا نصلح، يعني لازم نصلح. او انا عاشق في ربنا ان اللي بيحبنيش النهارده بكره يحبني. تمام. وانا اصلا كل الجامعات دي يعني انا على دماغي من فوق وبديهم شكر وتقدير، وان شاء الله انا حاسه ان انا برده مش هيأس من رحمه ربنا وهنحب بعض برده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. هو في مشكله ان الجمعيات دي كلها تتفق كده؟ كان في حد كان قايل برده سؤال، ليه كان عرض على حضرتك زي سؤال يعني ان هو ليه الجمعيات كلها ما بتتحدش ويبقى ليها صندوق واحد وتتبنى مشاريع قوميه في امبابه؟ يعني ده هو يعني مجمل السؤال كده. هل مفيش اتفاق؟ لا مفيش اتفاق بين الجامعات وبعضها، لان النفوس ضعيفه شويه. وان شاء الله لو ربنا كرمنا كده وكل واحد فينا رجع لربنا وبصينا عليه عمل خيري هنحب بعض. تمام. هو فعلا يعني هو الجمعيات الخيريه طبعا يعني منبع الخير وبتبقى دايما حاجه فعلا بتساعد المجتمع،
طيب سؤال بقى من رادار ملوش دعوه بقى، لو دخل نائب عليك طبعًا. نائب طبعًا. عشان عارف الاسئله دي بتحب الجماهير طبعًا. وفي ناس معينه كده حابه ايه نتكلم شويه. لو نائب دخل وقال لك بعد اذنك يا حاجه انا عند حضرتك 500 حاله انا عايز اضمنهم في جيبي كانتخابات يعني؟ ايه رد حضرتك هنا؟ والله انا هتكلم كلام ويكون فيه صراحه لان الحاجات دي كلها بتحصل. انا في بدايه ان انا بقف مع نواب بعد نواب في الامبابه انا بقف مع كل الناس وهقف مع كل الناس باذن الله في الخير عشان بلدي تقف على رجليها. اللي بلدي عايزاه انا اعمله كنواب او غير نواب. انا قلت في الاول اي حد من النواب عايز يساعد الجمعيه انا تحت امره ينور، حد من السياسه يخش الجمعيه انا تحت امره، بس انا ماليش في السياسه وانتوا عارفين ان انا ماليش في السياسه، انا ليا في عمل الخير بس. حاجة عزيزة انا سعيد بيكي وشرفت بيكي، ان شاء الله في لقاءات تانية يعني هننزل لكم برضه امبابه وانت تجينا هنا، يعني ده مش حياد ولا حاجه لكن احنا نعرف شخصك ومتابعينك. انا بشكرك على اللقاء ده وانا عارف ان الوقت مش كفايه قوي ان احنا نتكلم مع بعض، لكن في ان شاء الله باذن الله لقاءات تانية هتجمعنا باذن الله. والله انا اللي بشكر حضرتك يا استاذ هشام وبشكر القناه وبقول لكم جزاكم الله خيرا، ويا رب يا رب اللقاء ده نطلع بيه بنتيجه حلوه عشان نعيش مع ربنا. تمام. وربنا يجعلك سبب في الخير ان شاء الله، ان احنا رساله بوصلها للناس كلها نرجع لربنا نحب بعض. متشكر جدا. شكرا جدا شكرا. في ختامه لقائنا طبعا انا احب اشكر الحاجه عزيزه واشكر كل العاملين معايا، المخرج احمد، المعد محمد علي، كل الفريق والناس اللي معايا. ان شاء الله على امل ان القاكم الاسبوع القادم باذن الله، والى اللقاء.